فعلى العاقل، فعلى المسلم، فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم بإذن العزيز الحكيم مدارسة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، وهو في سياق الكلام أو في سياق ذكر بعض مباحث يوم القيامة، بعض ما دلت عليه نصوص الوحيين مما يكون يوم القيامة من العرض والحساب والصحف ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وقفنا في الحصة الماضية في سياق الكلام عن الموازين. قوله رحمه الله: وعقوبتها وثوابها. العقوبة عدل، العبد يعاقب على أعماله السيئة. وثوابها، الثواب فضل من الله عز وجل، فالله تعالى ذو الجود والكرم، فهو الذي يوفق عباده للصالحات ثم يثيبهم عليها، فهو فضل سبحانه، فضل من الله ومنا. قال بعد ذلك: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين دلت عليها نصوص الوحيين، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والميزان ميزان حقيقي توزن فيه أعمال العباد، ولا يظلم ربك أحدا، وتوزن الحسنات وتوزن السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أولئك هم أهل الجنة، ومن خفت موازينه ورجحت كفة السيئات فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم أصحاب النار. قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم ذكر بعض حالهم في النار: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ذكرهم بحال أهل الإيمان، بحال أهل التقوى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الفوز والنجاة. هذه هي المفاهيم الصحيحة. الخاسر هو من خسر أهله، خسر دينه ودنياه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، والفائز هو من فاز بالقرب من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله العظيم. إذا علم هذا فليعلم أن الميزان دلت نصوص على أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذا هو الأصل، وهذا هو الذي عليه غالب النصوص، الأعمال توزن. كذلك دلت بعض النصوص على أن الذي يوزن كذلك هو صحائف الأعمال، الصحائف يعني الدواوين، الكتب، السجلات التي تكتب فيها الحسنات والسيئات، دلت على أن الصحائف التي توزن، كما جاء في حديث البطاقة المشهور، وهذا الحديث هو حديث صحيح، وفيه أن هذا الرجل تنشر له سجلات، كل سجل، كل ديوان مد البصر، يعني من السيئات وكذا، ثم يقال له إنك لن تظلم، فيؤتى بهذه السجلات فتوضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، وتوضع في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وكفة البطاقة. الشاهد أن هذا الحديث دل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، هو الكتب،
وكذلك هناك بعض الأدلة التي دلت على أن الذي يوزن هو العامل نفسه، هو العامل نفسه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لابن مسعود ومعلما للأمة: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا يدل بظاهره على أن الذي يوزن كذلك هو العامل، لهذا قال أهل العلم: الأصل أن يوزن العمل، والنصوص دلت على أن صاحب العمل قد يوزن، وكذلك دلت على أن صحائف الأعمال كذلك توزن، ونحن أقوام نتبع النصوص، فلا نملك إلا أن نسلم لنصوص الوحيين. هذا ما يتعلق بالميزان باختصار. كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بالميزان أنه ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب. قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. الصحائف فيها أعمالك، ووضع الكتاب، وهذه الصحائف لا تغادر شيئا، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. صغيرة يديرها الإنسان وينساها، ولكن أحصاه الله ونسوه. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكن انتبهوا، ووجدوا ما عملوا، عملوا هذا عملهم، يعني لا يزاد عليهم، لا ظلم، لا ظلم اليوم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، فهو سبحانه الحكم العدل. إذن فالصحائف فيها أعمالك أيها المسلم. ثم قال بعد ذلك: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. المقصود أن الناس قسمان في الكتاب: من الناس من يؤتى كتابه بيمينه، وهم أهل اليمين، وهم أهل الجنة، وهؤلاء قال الله تعالى عنهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، يقول لأهل الموقف: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي إني كنت متيقنا مؤمنا بالله عز وجل، مؤمنا بهذا اليوم العظيم، فعملت له ووفقني الله للعمل فيه له، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية، وأنعم به من عيش، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. هذا حاله. ثم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي فإن الله تعالى رضي عنكم بسبب أعمالكم، وإذا رضي الله تعالى عن عبد فلن يضره شيء. ثم ذكر الله تعالى الحالة الثانية فقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. كان في الدنيا يغتر بماله، يغتر بجاهه، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ما هو الجزاء؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان كافرا، كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. إذن لنا صورتان: من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه بشماله. وقد دلت نصوص كذلك على أن أصحاب الشمال يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم، فصاحب الشمال يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. قال أهل العلم: يعني هكذا يؤتى كتابه بالشمال والعياذ بالله من وراء الظهر. لماذا؟ لأنه كان معرضا عن القرآن جزاء النفاق، كان معرضا عن الإسلام، كان معرضا عن الدين، كان لا يرفع رأسا بالاستقامة، كان لا يلتفت إلى الحق، لا يريد أن يعلم الحق، لا يريد أن يعمل به جملة. فهذا أعرض عن الله تعالى في الدنيا فأعرض الله عنه، ومن أقبل على الله تعالى أقبل الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله بعد ذلك:
وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ثم شرع يذكر في الحوض. الصراط أصله في اللغة هو الطريق الواسع، الطريق الواضح البين الواسع، وأصله بالزاي من الزرط بالزاي، وهو بلع اللقمة بسرعة. فالطريق الذي يوصلك إلى المقصود بسرعة ويكون واسعا هذا هو الصراط. وقد نصب الله عز وجل صراطين، صراط معنوي في هذه الدنيا وصراط حسي، والكلام هنا عن الصراط الحسي. هذا الصراط الحسي له ارتباط بالصراط المعنوي. هذا الصراط الحسي هو جسر، هو جسر ينصب على ظهر جهنم، كما قال تعالى: وينصب الصراط بين ظهراني جهنم، كما في حديث الصحيح. فالصراط جسر يعبر به الناس من على جهنم إلى الجنة، فمن عابره كان من الناجين. وعبور الناس الصراط هو على قدر أعمالهم، فعبورهم في ذاك الصراط الحسي على قدر عبورهم في هذا الصراط المعنوي، على قدر عبورهم في هذا الصراط المعنوي. إخواني الكرام، دهمنا الوقت، نكمل بإذن الله عز وجل كلامنا عن الصراط في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.